البلاد، وحنا المنتخبين، وحنا اللي ساكنين هنا، حنا اللي خصنا نمشيو ندقوا البلاد، ما نجيبوش الحكومه. الحكومه مستعده، السيد الوالي ملي جا وملي تزيد الحكومه تيقول لي مولاي حفيد العالمي يجي، وراه قلتها له، قال لك انا مستعد نجي ولكن خصني نجيب ونجيب، ما تجيش غير هكذاك. فاذا الان مثلا نشوفوا غير المثل ديال طنجه، وراه عندنا نجيبوا الخليجيين، ولكن شنو هما المشاريع اللي غادي نقول لهم استثمروا فيهم؟ عندهم اموال، كيخصنا حنا نقولوا واش بغينا؟ لانه صاحب الجلاله كما قلتوا دار اللي عليه، كل شيء موجود. الان النقطه الاساسيه هو انه كما قلت السي مباركي والسي هذا، انه الحكومه الا مشينا وقفنا ومعنا الاخوان كلهم راه غادي نقولوا اش بغينا اش بغينا اش بغينا اش بغينا، لان غادي يقول لك اش بغيتو. هم غادي يجيو حقيقه يسمعوا لنا ويمشيو ويسجلوا، ولكن حنا كيخصنا نتحركوا نظرا للظروف الحاليه اللي هي سياسيه، لانه المنطقه الوحيده اللي كنديو نديو الوحده الضرر ديال الوحده الترابيه بوحدنا كنديوها. علاش بنغلق الحدود؟ على الوحده الترابيه. فاذا لابد الحكومه انه خصها دير واحد المجهود لهذه الجهه الشرقيه، لانه دائما كنجتمعوا السيد الوالي تيقول لك اودي هذا الشيء ديال بني درار وديال الحدود وديال هذا باش عايش الناس، اشنو هو البديل؟ فاذا انا كنطلب ربما يكون يوم خاص لهذا الشيء هذا، وكلنا نجندوا له ونمشي بواحد الورقه كنكونوا حنا مصدرين، من خصنا ان كاتالوج نتكلموا نفس الكلام، نفس السلعه كنبيعوها وهي الجهه مع الاخوان ديال الناضو ومع جميع الجمعيات اللي حاضره هنايا. فهذا هو الحل الوحيد اللي يمكننا نوصلوا كجامعه غرف. حنا مستعدين، عندنا لقاء اكبر لقاء جبناه اللي غادي يكون اوروبي عربي السنه في هذه السنه هذا في شهر نوفمبر، وراه غادي يجيو الاوروبيين والعرب، مستعدين نجيبوهم هنا، مستعدين نجيبو الخليجيين كاتحاد غرف العربيه اللي انا في المكتب التنفيذي ديالها، ولكن هنا غادي نجيبهم ولكن واش غادي يتفاروا فقط؟ لكن حنا خصنا نكونوا مواجدين ونقولوا كاين هذا المشروع، كاين هذا المشروع، هاد التكلفه ديالو، ها الارض، ها الرخصه، ها اللي كاين، ها اللي كاين. فاذا الا بغينا نخدموا على بلادنا خصنا حنا ننتجوا وحنا نقولوا واش بغينا ونديروا الكتالوج ديالنا ونمشيو ونصدروا. فيما يخص اللوجيستيك، لنا كذلك مع مولاي حفيد العالمي لما جاء اول حاجه دار هذا انه الغرف المهنيه الان بربط اتفاقيه امام صاحب الجلاله، وحنا كغرفه تجاريه ديال وجده الان كنوجدوا واحد عقد مع الحكومه، وانا تكلمت مع السيد الوالي غادي نشوفوا معكم باش نشوفوا اشنو هي المسائل، لانه كاين 20 مليار ديال الدرهم في 5 سنين ولا 6 سنين، راه كيخصنا نستغلوها كذلك، راه كيخصنا نستغلوها، لانه ما يكفيش نقولوا بانه بغينا الحكومه تجي وبغينا يديروا لنا، واش حنا قاصرين؟ تتعرفوا واش بغينا حنايا، وخصنا نكونوا واجدين. والسيد الرئيس ديال الناضو حتى هو مستعد كجهه نكونوا قويين، وراه غادي نوصلوا، لان الا درنا واحد الهدف ديالنا وعرفنا اش نديروا والبرلمانيين كيستناو غير هذا الشيء هذا. فاذا السيد الوالي راه هذا الشيء راه بقلو، راه بدينا الاتصالات مع السي مباركي كذلك. فاذا اذا كان ممكن من الان كما قلتي نخرجوا بواحد التاريخ فوقاش نعقدوا هذا اللقاء، نجلسوا يومين 3 ايام 4 ايام، ولكن نمشيو موحدين كلمه واحده، هالطلب ديالنا، هالنقص اللي عندنا، لو كليما دي زافير ريجونال درناه، فين هو؟ فين وصل؟ كليما ناسيونال اللي كنحضر فيه غادي مشي، ولكن ما عارفينش شنو كاين. البارح السيد الوزير كيعطي بعض المعلومات فيما يخص المصدرين الصغار اللي كيديروا المنتوج ديال الصناعه التقليديه، ولكن ما عارفينش الامتيازات، ما عارفينش التشجيعات اللي عندكم. انا كنقول لك في كيك وفي جرده عندهم بعض الوسائل هاد الناس، ولكن يديهم مكتوفه. حنا مستعدين كغرف ومستعدين كذا، انه هاد التشجيعات هادو اللي بغينا نعرفوا الناس يمشيو اليوم اشنو داو بالهم جديد، ماشي الخطابات، واشنو وصلنا. انا نشكركم لانه تعطيني الفرصه ما نذكرش واشنو كاين في هذا، ولكن نخرج بشي نتيجه اذا خرجنا بها اليوم في الاخير كما قلت السي مباركي، انه نحدوا واحد التاريخ ونديروا واحد اللقاء، نبقاو نهار يومين 3 ايام 4 ايام، ونديروا واحد خريطه الطريق ديالنا، يشاركوا فيها الجميع، ونمشيو ندقوا الابواب داخليا وخارجيا. نعطيك مثال، طنجه مشاو لدول الخليج، مشاو للامارات وجابوا الخير، ولينا اتفقوا كلهم كمنتخبين كمجالس
كصناعيين كتجار هذا وجاو ولكن عارفين شنو كيطلبوا. فاذا انا شكر السيد الوزير لانه اعطانا هذه الفرصه. اول اجتماع داروا مع جمعيه المصدرين ومع جامعه الغرف ومع لاشجام هو كان عنده هذا الحس لانه وكان عارف كذلك مصدر، ولكن لما دخل كوزير واخا هو مصدر عرف بعض المسائل اللي ما كانش كيعرفها كمصدر وكوزير عرفها. فاذا هذه العمليه اللي درتو السيد الوزير راها مهمه وراها كتحرك كل هذا. حنا بغينا حقيقه هذه الحكومه تحرك، خصها تبدا تحرك، ولكن خصنا نعطيوها شنو بغينا. انا ما يمكنليش نزيد اكثر، ولكن الى خرجنا بهذه راه بعدا مساله مهمه. وشكرا سيدي.